غدا أراك وفي يدي رأسي وفي الأخرى بقايا قلبي المفطور. أحسن. وسترين أحبتي وحرائري حولي يندبونك يا بتولة ثوري ثوري، فقد ذبح الحسين من القفا والخيل داست شبلك المعفور. من أتاك وحق عينك لا يرى وبحق لحدك جسمه ما ووري، فتح أزرار قميصي حتى بان صدره بأبي وأمي، فألصق قبض ألصق صدره بالقبر وهو ينادي أم فاطمة حسينك أتى لوداعك. السلام عليك يا مكسرة الأضلاع، وإذا بالقبر يهتز ويمور ومنادية تنادي وولدا اتقل جان الكربلاء مسافر يا ابن روح الله وياك، لكن أوعدك يا حسين أحضرك بالطفوف هنا. جان الكربلاء مسافر يا ابن روح الله وياك، لكن أوعدك يا حسين أحضرك بالطفوف هنا. بنسى لطمة عيوني وبنسى ضلعي المكسور، وبطلع من وسط قبري وبجفان بدمع منثور، وبحضر لك أنا يا حسين يوم العاشر. ما أكلفك ولا أطلب منك شيء، على كيفك. كل فاجعة ومصرع تشاهدني أنا ويا. متى سيدتي متى يوم الجين؟ مرة بحضر أنا وياك عد مصرع الجاسم الأزهار، أشوفك وحدك تحملة وظهرك محني ومكسر بعد وين بتجي؟ ومرة أنظرك ممتد يم جثة علي الأكبر، تون وتنوح لفراقة وتنادي يا ابني ما أنسى. عندك حاجة يولا؟ وعد مصرع قمر هاشم بحضر أنا بشوفك. تحبونا يولا؟ مرمي مصوب عيونه ومن الهامة مخسوفة. بتسوين يمها؟ ايش بتسوي؟ قالت لكن انا بعينك وبيدي بجمع جفوفك. كفاية من كسر ظهرك ومنه اللي يشيل الوقت، ومن وحدك تظل تزيد احزاني وكربي، ولمن بالسهم يرموك احلف ايه وحق ربي.
اعذرنا لما عندهم. شوف الأم إذا جرح في ولدها كان هي المصيوبة. شوف الزهرة شو تقول لها: ويا ابني من تضل وحدك تزيد أحزاني وكربي، ولما بالسهم يرموك أحلف إيه وحق ربي قبل ما يوقع بقلبك، والله يوقع قلبي. ومن توقع أنا بوقع من سهم المثلث. بارد بارد كلش. بعد سيدتها قالت: وبقعد بالشمس يمك وبصدري بسوي لك يا ابني ظلال، ولا تحصل لي القوة أشيلك بيدي على الرمال. مستعد يولا؟ لا والشمر ما خلي. حركك يولا. يلا عشان تصرخ بعد البيت. ها: لا والشمر ما خليه يصعد صدرك بالنار. أعلى أعلى أعلى. يما إذا جيتي قعدي يمي، يما لا تتباعد عني قعدي يمي. قالت: أنا بقعد يمك لكن ما أقدر أقعد. ليش يما؟ قالت: وتدري يا حبيب حسين ودي أقعد بكترة واغسل بيدي جروحك واخطب راسي من نحرك، لكن يا ابني تجيك الخيل وتصعد على أقدر أشوف الخير. بعد اللي أبجيك عليها كل ليلة إذا الله وفقني. شنو يا زهرة؟ وباروح أنا الخيمة حتى لا يحرقوها، وإذا الخيمة حرقوها زينب لا يضيعوها. اسمع اسمع. وإذا أقدر أبمنعهم على الهزة اللي ركبوها. الله صعبة يا صعبة الخيط قدام اخوك، صعبة الخيط قدام اخوك يضرب العدو ويشتهي ابوه السباختك يا ابو الأمر لله وعلى ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا جعفر بن محمد أيما مؤمن دمع ذكر عنده الحسين فدمعت عيناه
سال منهما بمقدار جناح البعوضة إلا كتب الله له الجنة. صدق إمامنا وزعيم مذهبنا عليه السلام. الحديث من خلال هذه الرواية الشريفة تحت عنوان شعيرة البكاء وعطاء الله، وسوف نتناول هذا الموضوع في ثلاثة جوانب. الجانب الأول حول أهمية شعيرة البكاء، والجانب الثاني حول بعض الروايات التي أعطت الثواب لمن أدى هذه الشعيرة، ثم نختم الكلام حول دفع بعض الإشكالات التي وردت حول الثواب الذي يعطيه الله للباكي على الحسين عليه السلام. تلاحظون أن الروايات المباركة ركزت تركيزا كثيرا على شعيرتين في منظومة الشعائر المتعلقة بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. الشعيرة الأولى هي شعيرة الزيارة، بلغنا الله وإياكم، زيارة الحسين. والشعيرة الثانية هي شعيرة البكاء عليه. كيف أنا أعرف أن هذا الشيء مهم عند الشارع المقدس؟ كيف أقول أن هذه الشعيرة مهمة؟ من أين أستنبط هذا الأمر؟ العلماء يقولون إذا أردنا أن نعرف أهمية شيء عند الشارع المقدس فإنه يستخدم منبهين. إذا أراد أن يلفت النظر إلى أهمية هذا الشيء يستخدم هذين المنبهين. المنبه الأول هو المنبه الكمي. إيش معنى المنبه الكمي؟ قال أن لا يكتفي برواية واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، بل يكثر من الروايات والخطابات حول هذا الموضوع لكي يقول لك أن هذا الموضوع مهم عندي. نضرب مثل بقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. قضية الإمام المهدي عندما كانت قضية هامة كثرت الخطابات عنها، يعني مو 10 روايات ولا 100 رواية، روايات كثيرة كلها تنصاب في الحديث عن هذه القضية. هذا منبه يسمونه منبه كمي. المنبه الثاني هو المنبه الكيفي. ايش معنى المنبه الكيفي؟ يعني قد انه لا ياتي بروايات كثيره، قد ياتي بروايه او روايتين او قل 3، ولكن مضامينها مضامين عاليه. لاحظوا مثال لما ارادت الروايه ان تتكلم عن شدة عقوبة من يتعامل بالربا والعياذ بالله. قد الربا ما وردت في روايات كثيرة، لكن لو لم تكن إلا هذه الرواية لكفى. رواية واحدة تكفي لمن يسمعها أن يشوف أن هذا الشيء مهم وحرمته مهمة لدى الشارع المقدس. شو تقول الرواية؟ تقول من درهم ربا، درهم واحد، درهم ربا، والرواية شوية شديدة يعني، درهم ربا أشد وأعظم عند الله من 70 زنية بذات محرام عند الكعبة المشرفة. لاحظوا خطاب واحد، ولكن شوف شدة هذا الخطاب. فإذن نلخص بنتيجة، نستخلص نتيجة أن الشارع المقدس إذا أراد أن
يعبر عن أهمية شيء إما بالمنبه الكمي أو المنبه الكيفي. بالنسبة إلى شعيرة البكاء، الروايات استخدمت كلا المنبهين، استخدمت المنبه الكمي، إذ عندنا مجموعة كبيرة من الروايات فقط تتحدث عن ثواب من بكى على الحسين، بس 100 200 أكثر كلها فقط تنصب في هالموضوع. وأيضا الروايات أعطتنا مضامين عالية، يكفي أقول لك هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، شو تقول الرواية؟ تقول: لو أخذت دمعة من دموع الباكين على جدي الحسين وألقيت في نار جهنم لأطفأتها. ما هي هذه الرتبة لهذه الدمعة التي إلى درجة أنها تطفئ النار، تلك النار التي سجرها خالقها لغضبه ونقمته؟ دمعة من دموع الباكين على الحسين تطفئ. ويكفينا إذا تكلمنا عن أهمية هذه الشعيرة أن جميع ما خلق الله أدى هذه الشعيرة، إذ كل الموجودات بكت على الحسين عليه السلام. كلام من عندنا هذا، الإمام الصادق يقول: ولما قضى الحسين بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن، بعد وما يرى من خلق ربنا وما لا يرى، بدءا من رسول الله، النبي صلى الله عليه وآله بكى على الحسين، الأنبياء كلهم بلا استثناء بكوا على سيد الشهداء. القلم عندما أمره الله أن يكتب ما يجري على الحسين اضطرب القلم ولعن قاتلي أبي عبد الله الحسين. العرش يقولون كان يموج ويهتز لولا أن سكنه الله وبشره بخروج المهدي طالبا بثأره. فالوجود كله أظهر تأثره وكل بحسبه في البكاء على الحسين. ليش؟ لأن الإمام عند الولاية التكوينية، أخواني الإمام هو القطب، قطب الدائرة، فإذا تأثر القطب تأثرت الموجودات بتأثر القطب. الحسين هو القطب، فإذا وقع القطب على التراب ألا تتأثر كل الوجود؟ ألا تحمر السماء؟ ألا تحمر الأرض ويكون تحت كل حجر دام؟ أي المحاجر لا تبكي عليك دما أبكيت والله حتى محجر الحجر. إذن هذا ما يعود إلى أهمية هذه الشعيرة، أنها شعيرة أداها جميع الأنبياء وأداها جميع الأولياء. نجي للأمر الثاني حول الثواب الذي جعله الله للباكين على الحسين، وأجعل الروايات تحت عناوين. العنوان الأول: غفران الذنوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. أسرع وأيسر طريق لغفران الذنب ماذا؟ هو البكاء على الحسين. طريق سريع، طريق نافذ. اسمع الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، شو يقول الإمام الرضا؟ يقول: وعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. رواية أخرى: من بكى على الحسين غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. عندما تأتي وتندب الحسين وترثي الحسين وتدمع عينك على الحسين كأنما أنت تغسل ذنوبك،
وإحنا إحنا عندنا غير الحسين؟ أوليس ذنوبنا أثقلت ظهورنا؟ شنو السبيل؟ مثل ما قال هذه الأنشودة الخالدة، إحنا غير حسين ما عدنا، والذنوب هواي. شنو الطريق؟ قال هذا. فإذا أول شيء غفران الذنوب. الأمر الثاني قال هو حضور أهل البيت عند الباكي على الحسين. وذكرنا الرواية البارحة، الإمام التفت إلى مسمع وقال له أتبكي على الحسين؟ وقال له نعم، ثم قال أبشر بحضور آبائي وأجدادي عندك في ساعة الموت. الشيخ محمد بن نصار رحمة الله عليه، هذا الشيخ أحد الشعراء الذين كتبوا في ملحمة الطف، ولابد في أيام عاشوراء تقرأ أبياته. قعد عنده وشافه مغمض العين، إله يا أخوي العلم، قل لي وين أودي؟ هم إله. الشيخ في ساعة احتضاره رأوه كلما أرادوا أن يمددون أقدامه هو يرجع يثنيهم، لأن من المستحبات التي تعمل عند المحتضر ماذا؟ أن تمدد أقدامه. قول الشيخ كلما أرادوا أن يمدوها هو يرجع ويثنيها حتى مات ولم يمد أقدامه. كل متعجب ليش؟ لماذا كان يرفض؟ يقول فرآه أحدهم في الرؤيا بعد وفاته، سأله هذا السؤال، قال ليش أنت كنت رافض أن نمد أقدامك؟ قال كيف أمد أقدامي والحسين كان جالس عند صدري. في تلك الساعة هو كان موجود. يا أمي ماكو وين. رحم الله من ذكر القائم من آل بيت محمد. فإذا هذا مضمون ثاني، وهو حضور أهل البيت عند المحتضر الباكي على الحسين. الأمر الثالث وهو المهم، وهن يالا الذي يصل إليه، ماذا؟ قال أن البكاء على الحسين إسعاد لقلب فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الإمام يقول لأحد أصحابه، يقول إن فاطمة بكت على الحسين وشهقت شهق لمصابه، ثم قال له أما تريد أن تسعد قلب فاطمة؟ فكيف أسعدها؟ قال أن تبكي على ولدها الحسين. وإحنا هدفنا من حضورنا بهالمجالس فقط أن ننال هذا الثواب. تمام، شنو جاي للمأتم بيا عنوان؟ جئت بعنوان أن تسعد قلب الزهراء على ولدها الحسين. فإذا هذه ثلاثة عناوين ذكرت، وغيرها من العناوين ذكر لمن يبكي على الحسين بأبي وأمي. لذلك لاحظوا لأهمية هذه الشعيرة، ما ليس يعني تسقط عن صاحبها. شوف الصلاة ما تسقط في أي حال، قل كذلك البكاء ما يسقط. عندنا قال من لم يبكي فليتباكى، معنى يتباكى يعني يظهر مظاهر البكاء، من طأطأة رأس يحشم نفسه في البكاء. الأمر الثالث، أكو بعض الإشكالات التي وضعت أمام هذا الثواب، وأنا أكتفي بإشكال واحد. بعض المستشكلين استشكلوا، قالوا أن روايات الثواب على أبي عبد الثواب البكاء على الحسين فيها شبهة. شنو هالشبهة؟ أنه لا يوجد تناسب بين حجم العمل وحجم الثواب. وشوف هالشبهة تثار حتى في الوسط، يعني دمعة واحدة أذبها على الحسين ولها هذا الثواب الهائل؟ يصير قطرة واحدة وما قيمتها وما هو حجمها؟ يقول ماكو تناسب.
بين حجم العمل وبين مقدار الثواب؟ الجواب نقول أن هذا المستشكل قاس الأمر بمقاييس الخلق. نحن الخلق إذا عمل لنا أحد عملا نعطيه على مقدار عمله، ما نزيده، وإن زدناه زدناه قليل. ولكن بالنسبة إلى الله لا، عطاء الله لا نفاد له. شوف عمل واحد، شوف شلون الله يضاعف لك. اقرأ الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في ماذا؟ في سبيل الله، كمثل حبة، حبة واحدة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف. هذا بل عندنا بعض الأعمال صغيرة ولكن ثوابها كبير. رواية واحدة، شو يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول: من نظر إلى والديه نظرة رحمة بهما شفقة عليهما كتب الله له 1000 حجة و1000 عمرة. يقول بعد نظرة، وهذا ثوابها، هذا عطاء الله، فكيف لا يعطي هذا العطاء لأبي عبد الله الحسين؟ شلون هذا العطاء ما يكون للحسين؟ بأبي وأمي، لأجله بأبي وأمي كل عمل فيه الحسين يصبح عملا استثنائيا. أكو واحد كان يروح إلى قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، فيوم لقى أحد غير الموالين قال: لو أنت لازلت على هذا الحال تزورون قبور الأولياء وكذا ومن الكلام، قال: لأشكونك لمولاي أمير المؤمنين. ذهب، لما وصل إلى القبر الشريف قال: يا مولاي أنا جايك بحاجات، لكن كل حاجاتي لا أريدها، أريد أن تأخذ بحقي من فلان. يقول: نوام ومت عيناه بالنوم، رأى في الرؤيا أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: حقك مضمون، ولكن هذا الرجل عنده حسنة واحدة. شنو هذه الحسنة؟ ورجل مو من شيعتكم؟ قال: نعم، هذا الرجل يوم من الأيام جاء عند نهر الفرات ونظر إلى النهر فقال: ما أكثر ماءك أيها النهر، فما ضرهم لو سقوا الحسين قليلا منك. يقول: دمعت عينا، يقول: لأجل هذا العمل خلينا في استثناء. الله أكبر، الله أكبر، أنت شايف عظمة هالعمل؟ لذلك لا تقصر إذا حضرت المجالس في البكاء على الحسين، لا تقصر بالزفرة والصرخة والصيحة حتى ينالك صلاة الله. في الرواية: صلى الله على الباكين على الحسين. من منا لا يريد أن ينال هذا الثواب؟ الحسين الذي بذل لله كل شيء، حتى ذلك الموطن الذي ولد فيه وتربى فيه ضحى به لأجل الله. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يتكتم، وطلع في وضح النهار أبو علي يقول: لا، خرج في ليلة مظلمة ظلماء. يقول: لما أن أرسل له والي المدينة الوليد بن عتبة من أبي سفيان قال: تعال، وأخذ ويا بني هاشم، دخل سلم، قرأ عليه كتاب يزيد أن معاوية هلك ويزيد هو الخليفة وهو يطلب البيعة. قال: مثلي لا يبايع مثله، ومثلي لا يبايع في الليل سرا، ولكن نصبح وتصبحون ونرى وترون. قال: الأمر لك يا أبا عبد الله. مروان كان موجود، قال: خذ البيعة منه، وإن لم يقبل أضرب عنقه. يقول: ارتفع صوت الحسين
قال أو مثلك يشيط بدمي. لما ارتفع صوت الحسين دخل بنو هاشم منو يتقدمهم تعرفه، دخل شاهر سيف أبا عبد الله فداك نفسي. قال أخي ارجع سيفك إلى غمده، إن للسيف يوم غير هذا اليوم، أنا أدري يا يوم هذا، ولكن يا أبا الفاضل نرجع ويلا خلي نحمل النساء والأطفال لنخرج من مدينة جدنا. وكان في كل ليلة يقصد إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن جاءت الليلة الأخيرة، جاء عند ذلك القبر الشريف، يلا خلي نزور وياه، وصل إلى القبر ما إن وصل انكب عليه يلثم ترابا، السلام عليك يا رسول، السلام عليك يا حبيب، فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك، جد يا رسول الله خذني إلي، فإني لا أريد أن أعيش مع أمة تريد أن تقتل بابن بنت نبيها. هومت عيناه بالنوم، رأى جده رسول الله في لمة من الملائكة وهو يقول ولدي حسين، عليها عليها الصرخة، أذى من مناد حسين، إيه 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 حسين ولدي، إن لك درجات لن تنالها إلا بالشهادة. وصف لنا يا رسول الله، وكأني بك عن قريب مزملا بدماء، أقول بعد يولا، ومذبوحا من قفا. يا علي يا علي يا علي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى. هنيالك يا التبجي عليه، هنيالك يلا ها يلا وياي ها، أحمى الله شيخ حسن ها، ضمني عندك يا قبول مو قبول، علني يا جد من بال وزماني، ضاق بي يا جد من فار طل أساكل، فعسى طود الأسايا وأشاب الهم راسي قبل إبا، فعلى من داخل القبر بكاء. اللي يحب يجاوب، اللي يحب يجاوب يجريده، ونداء بافتجاع بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء، إنما الماضي قليل في الذي قليل.
قد أقبل فاتخذ درعين من صبر وعزم سابق. مستعد يولا ستذوق الموت ظلما ضامئا في كرب وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. كمي عندك طاقة تقرا هوية؟ تقدر تقرا هوية؟ تقدر يصير بعد يا ابو الزهراء؟ وكأني يا علي يا علي يا علي وكأني بلا إيمان أصل شمران قد على وين وين صدرك الطاهر بالسيف يحز الوجج المصيبة أبا طايال وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القلب وقد عز المغيث قد برى أجسادهن الضرب والسير الحديث قام من على قبري جدي جاء إلى قبري مكسرة الأضلاع قلها قعدي يا مكسورة الضلع قعدي يا مكسورة يا الضلع سمعين عليكم أنا حسين يا زهرة ودع الأهل والأحباب. هذا الفصل الأول. الفصل الثاني تعال اخذها. ثم نادى بنسائه يا رب يا ليلى يا رملة يا سكينة يا رقية أكو وحدة تعدل أغراضها تجهزه. قالت الآن بيقول اسمي الله شقد أحبها وشقد مصيبتها عظيمة هذه من أيها تقول بعد ساعة ويشيلون بضعنه والله بعد ساعة ويشيلون بضعنه أنا جني غريبة وما نملو تاخذني بنية وياك انا عندي اقتراح لك. شنو يا فاطمة؟ قالت بو ياخذوني معاك ومسرج الخير. والله الخيل واحط فراشكم لا تشلشل وما يرجعوها ما ترجع. جاءت زينب وضمتها إلى صدرها. يا
يلا اقرا وياي. ها ايش عندك يا زينب ويا العليله؟ ما تقدر تروحي ويانا يا العليله، قدامنا ضرب وسبي وسفره طويله. ما تقدر تروحي ويانا يا العليلة، قدامنا ضرب وسبي وسفرة. فاطمة قدامنا برض الطفوف صياح ونياح، لو والدك من سرج المهار طاح. اسألك فاطمة تقدر تشوفين راسه فوق الرماح ودم انحرى فوق الرمح يجري مسله؟ تحب هالاسم يا ولا؟ يا فاطمة يا الاسمك اسم امي الزهرة، ماتت بحسرة وخوف تموتي بحسرة. متى ابويا؟ لا شفت عبد الله تدوس الخيل. ماجور يا ولدي ماجور، اني هلك ضامي بسهم مذبوح ما برد غليل. بعد يا زينب ايش عندك؟ قدامنا ضرب وسبي ومقاسة أهوال، ويا بنتي ما عندك جلد لركوب الجمال. انتو غيارة يولا وإيدك ضعيفة شلون تنجري بالحبال؟ يعني بيجروك زينب؟ الحاد الشمر والشمر ما عندهم روا، وانتي ضعيفة منين تحصل لك القوة؟ وقدامنا كل ساعة لصياط يا بنتي تتلوى. أسألك الدعاء بعد يا زينب. وخافي برض الشام تموتي علي، وسط الخرابة لو نظرت اختار